مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جبارة وقهرة للبقع. وزي ما انت شايفة كده معانا التيشيرت ده اتبقع معانا بقع زيت، زي ما انت شايفة كده الزيت اتكب عليه واتبقع معانا بقع زيت. لو احنا حطينا له كرول او اي حاجات للتنظيف هيبقع معانا ومش هيتلبس تاني. فانا حبيت اغسل معاكي بقعة الزيت دي بمكون سحري هينظف بقعة الزيت دي بكل سهولة معاك. زي ما انت ملاحظة معايا بقعة كبيرة واخدة التيشيرت كله، فأنا هنظفه معاكي بكل سهولة من غير تعب من غير مجهود، وهتحافظ معانا على الألوان وهتحافظ معانا على الأنسجة بتاعت القماش، وهنشوف طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة هنعملها مع بعض. ويا ربي كده الفيديو ينال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا مع بعض. اول حاجة هنحتاجها للوصفة بتاعتنا كوباية مية ساقعة من الحنفية عادي، هنزل على المية ودي معلقتين نشا كبار، هنقلب النشا والمية كويس. هنستخدم كمان على النشا والمية هستخدم كوباية صابون سائل، اي صابون سائل متوفر عندك هتستخدمي. طبعا اهم حاجة مرحلة التقليب، كل ما تضيفي مكون تقلبيه كويس لحد ما يندمج مع باقي المكونات. هنا بعد ما اندمج معايا النشا والمية والصابون السائل مع بعض، معايا نص كوباية مية هنزل فيها بمعلقتين من البطاط. طبعا خدي حذرك، البطاط ده او الصودا الكاويه بيطلع ابخره، فانت خدي حذرك. حطي معلقتين كده كبار، بعد ما ضفت معلقتين كبار من البطاط او الصودا الكاويه هقلبها كده. هتعرفي البطاط بتاعك ازاي هو شغال معاكي وكويس، هيسخن معاكي وطلع ابخرة. في المرحلة دي لازم تاخدي حذرك، تكوني لابسة كمامة علشان ما تتعبيش ويأثر عليكي. هننزل بالبطاط شوية شوية ونقلب كده. اول ما ننزل بالبطاط هتبتدي المكونات بتاعتي تتماسك مع بعض زي ما انت شايفة كده. كون معانا المعجون السحري ده، الخلطة دي جبارة جدا جدا التنظيف اي دهون عندك واي اوساخ متراكمه. زي ما انت شايفه كده معايا هنا ربع كوبايه ميه لتعزيز التنظيف كمان علشان ينظف معاكي اقوى. هننزل بالدنكار لو متوفر عندك او البوركس، لو مش متوفر عندك تستكفي بالخلطه دي برضو جباره وجميله جدا جدا. لو مش متوفر عندك الدنكار او البوركس هنقلب كده. بعد ما قلبناها كده ننزل بالتدريج على الخلطة بتاعتنا، ننزل بشوية شوية ونقلب. هتعملي المعجون السحري ده هينضف لك، هتستخدميها بأمانة سحر. وياريت تاخدي حذرك انت وتستخدميها، لازم انت وتستخدميها تكوني لابسة جوانتيات في ايديك علشان البطاس ما يأثرش على ايديك. الخلطة دي جبارة سحر بأمان. بعد ما جهزنا الخلطة بتاعتنا بالشكل ده هنضيف عليها كمان مكون تاني. معانا هنا صابونة غسيل انا بشرتها بالشكل ده، هنزل عليها بمية سخنة علشان تدوب معايا بسرعة. ونقلب كده الصابونة في المية علشان تدوب معانا. زي ما انت شايفة كده دابت معانا الصابونة كويس. هنزل بالصابونة بتاعتي على الخليط اللي احنا جهزناه مع بعض وهنقلب. هنقلبها كده كويس وندمجهم مع بعض. بعد ما قلبناهم كده كويس هجيب نفس الطبق اللي انا استخدمته في الصابونة، هنزل بمعلقة كده من بيكربونات الصوديوم، هنزل عليها بشوية مية كده.
هنا بعد ما دابت معايا كده وعملت فوران هبتدي انزل فيه بيها كده على الخلطة بتاعتنا ونقلب كده كويس. زي ما انت شايفة كده الخلطة بتاعتنا جاهزة معانا اهي، هنعبيها في برطمانات ونقفل عليها كويس، وامتى ما نحتاجها هنبتدي نخرج منها ونستخدمها. طريقة استخدامها هنشوفها مع بعض وقد ايه هي هتنضف معانا حاجات كتيرة ما كناش نحلم انها في يوم تنضف معانا. هنستخدم مع بعض الوصفة بتاعتنا وهنشوف قد ايه هي بتنضف معانا كل اغراض البيت، البوتاجازات، الانتريهات، الركنيات، السجاد، الموكيت، السيراميك، اي دهون في المطبخ عندك واوساخ متراكمة لها سنين بتخرج بكل سهولة بدون دعك بدون مجهود بامانة. خلطة سحرية وجبارة، احسن بكتير من المنظفات اللي بنشتريها من برة وبتبقى معانا اسعارها غالية ومكلفة. احنا عملنا الكمية دي كلها ممكن تقعد معانا فترة طويلة حوالي 6 شهور واكتر كمان، ومش هتبوظ ولا اي حاجة. نستخدمها امتى ما نحب بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اول حاجة هنجيب الخلطة بتاعتنا كده ونحط شوية على البقعة بالشكل ده، نوزعها كده ونغسل البقعة بتاعتنا بكل سهولة. اول ما نغسل البقعة كده معانا هتخرج معانا بقعة الزيت دي، هتروح من التيشيرت بتاعنا. امنة جدا على الاقمشة، حلوة خالص، مش بتخلي الاقمشة بتاعتنا تبهت ولا اي حاجة. ممكن تدعكيها على ايديكي قد ايه هي هتنضف. ممكن ندعكها على ايدينا على طول كده، نمسك القماش بتاعنا زي ما انت ملاحظة معايا قبل ما اسيبها تحسي البقعة راحت بامانه، تحس البقعه مشيت خالص. يعني ممكن ندعكها كده ونشوف مع بعض البقعه مشيت ولا لا. خلطه جباره وامنه جدا زي ما قلتلك وغير مكلفه. نشوف مع بعض خلطتنا السحريه دي تستاهل لايك منك ولا لا. يا ريت لو عجبتك ممكن تشيريها مع اصحابك واصدقائك وحبايبك واخواتك. زي ما انت ملاحظه معايا كده البقعة اتشالت في حتة هنا اهي، لو انت ملاحظة معايا شايفة الحتة دي من الحتة دي. هنغسلها كده، نضعها كده على ايدينا، نجيب شوية مية كده ونشطف التيشيرت بتاعنا ونشوف قد ايه البقعة بتاعتنا اختفت زي ما انت ملاحظة معايا كده. لو تراجعي اول الفيديو كانت في بقعة كبيرة هنا من الزيت اتشالت معانا وما لهاش اي اثر تاني. انا هجيب شويه ميه وهشطف معاكي التيشيرت ونشوف قد ايه هو نضيف معانا. نجيب شويه ميه في طبق كده وننزل التيشيرت بتاعنا نشطفه مع بعض. طب انا لو حطيت عليه كورول او هني او اي مواد تانية هيبهت معايا وهيبوظ. انا هجيب مية نظيفة واشطف تاني معاك التيشيرت. زي ما انت شايفة كده التيشيرت بتاعنا اشطفه كمان مرة. زي ما انت شايفة البقعة اختفت معايا وخرجت من التيشيرت بتاعنا كل سهولة. نشوف التيشيرت بتاعنا مع بعض. لو ترجعي الاول الفيديو وتشوفي البقعة اللي معايا كانت هنا زي ما انت شايفة خرجت معانا وما قصرتش معانا الوصفة بتاعتنا على التيشيرت. فضل معانا بلونه، محتفظ بلونه، حاجة كده جميلة جدا جدا وتستحق التجربة بجد. ياريت تدعميها وتشيريها مع اصدقائك وحبايبك لو عجبك الفيديو. وزي ما انت شايفة كده معايا التيشيرت راجع جديد والبقعة اللي كانت فيه اتشالت زي ما انت شايفة كده.
انا حبيت اوريهولك بعد ما نشرته ونشف معايا. شايفه البعد شالت، ما اثرتش الوصفه بتاعتنا على لون التيشيرت بتاعنا ولا اي حاجه، رجعته جديد على لونه زي الاول بالظبط. ويا رب كده الفيديو نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.